قلنا بأن هذا ماشي أول مرة غيتعرض فيها مخطط عمل الجماعة. عرض مخطط عمل الجماعة في الولاية السابقة، وأنا كنت شوية بغيت نفهم كومون إلا إيتي بريزونتي هذاك البروجي. كان بروجي سيتي نقطة في جدول أعمال دورة عادية، وكانت النقطة العاشرة. حنا أو موان هذا المجلس أعطاها دورة استثنائية، أعطاها الأهمية ديالته كلها، ياك، وتم عرضه وتعرض للمناقشة. أنا مشيت شفت المحاضر باش نعرف واش تعطات له الأهمية وتعطات له ديك الهالة وتعطى له داك الشيء، ما لقيت حتى شي حاجة من هاد الشيء. المحاضر راه هما موجودين، باش نجي أنا نجي نقول نعطي الدروس وأنا في واحد الوقيتة اللي كنت أنا كنعرض برنامج العمل الجماعة، تنجيت كنحطوه في النقطة عاشرة وكندوزو في جوج دقائق ولا يتم عرضه، ما تيبقى أنايا نعطيو الدروس أما إذا كنا درنا شي حاجة أحسن من هاد الشيء. شكرا. حنا كنجيو كنعرضوا وكنجي اول السيد الرئيس، كاينه نقطه مهمه بغيت نقولها، لانه اتصلنا مع جميع اعضاء المعارضه اعضاء المجلس وما كنديروش التقزيم ديالهم، وعيطنا لهم الى حدود الاسبوع اللي فات، تنعيط لهم الله يجازيكم بخير، اجيو الابواب ديالنا مفتوحه، هذا راه مشروع برنامج عمل الجماعه ديالنا، اللي عنده شي ملاحظات على الرحب والسعد، وقلناها النوبه الاولى وقلناها بالتليفونات وقلناها بكل شيء ولا من يجيب، يعني اللي علينا راه حنا درناه. ابخي اللي ما بغاش ما غاديش يجي حنا هنايا. شكرا. تفضل سي محمد. شكرا السيد الرئيس. انا بغيت غير نطرح واحد المساله اللي جات على لسان احد الاعضاء. اولا الرئيس عرض هذا البرنامج العمل ديال الجماعه تبقى الماده 11 من المرسوم 301 اللي كتنص على انه يعرض رئيس مجلس جماعه الجماعه مشروع برنامج عمل على المجلس قبل نهاية السنة قصد اتخاذ مقرر بشأنه. يعرضوا هذاك العرض اللي دار عرض البرنامج وتم تلاوة تقارير اللجان. السي بكيري ما تجاوبوش، بغيت نقول سميتك هاني قلتها. هذا تم في إطار المقتضيات القانونية، العرض ديال الرئيس ملزم باش يعرض برنامج عمل الجامعة على أنظار المجلس قبل أن يتخذ القرار بشأنه. وشكرا. أنا كل مرة أحاول أن أفهم بعض التدخلات وأفهم السياق اللي هي كتنطلق منه، شنو هو المرجع اللي كتنطلق منه. بعض الإخوان كيقولوا دائما القانون. أعتقد أن هذا الباك ماشي هذه التجربة الأولى، كان واحد التجربة سابقة، عندنا هذيك التجربة وعندنا القانون التنظيمي وعندنا القانون الداخلي. يا كتقولوا لي القانون، قولوا لينا شنو القانون اللي كيقول التداول في الباك مثلا في 4 المداخلات ولا 16 دقيقة ولا 28 باش ناخذوه بعين الاعتبار. هذا أولا. ثانيا تأكيد لبعض السيد الرئيس أنه راه كاين التبخيس وكاين التبخيس، أنا بعدا أشهد أمام الله سبحانه وتعالى أن هذا المكتب وهذا المجلس داكشي اللي كيدير في إطار التواصل والتفاعل وفتح الباب للنقاش وكذا، فهمتيني؟ لا أعتقد أنه كان في شي مجلس، والله يشهد، وراه أنتم راه جزء منكم راه كان ربما في 4 الولايات ولا 5، فكفانا من هذا الكلام اللي هو بائس وكيخلي أن المواطنين فهمتيني على أنه يحتقرونا لأنه كان بينو مستوى اللي ماشي هو هذاك. شكرا. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.